بكم كل متابعينا ومشاهدينا في الوطن ووطن سبورتس. عندما تتحدث وسائل الإعلام الإنجليزية والأمريكية عن محمد صلاح وأن محمد صلاح تم استغلاله سياسياً، وكمان الأكثر من كده أن محمد صلاح كمان بيدرس اعتزال اللعب الدولي. أولاً صلاح لن يعتزل اللعب الدولي، الكلام ده مش صحيح بالمرة. والحديث الآن وأنا بكلمكم كان لسه في اجتماع دلوقتي بالمهندس هاني أبو ريدة ومحمد صلاح، وطبعا الكلام ده عالي تماما من الصحة. المقصود ان محمد صلاح يهدى ويركز، وده الكلام اللي قاله له هاني أبو ريدة وهيكتور كوبر. ركز يا صلاح وهدى، والأمور دي مناش فيها والأمور دي ليست بالصحيحة. فكرنا وبصينا هنلاقي ان الامر امر مقصود، لان مقابلة محمد صلاح مع رمضان قادوريتش اللي هو رئيس الشيشان البعض حب يستغلها. طب لو محمد صلاح هيتم استغلاله سياسيا، طب ما تستغله مصر سياسيا. دي امور المقصود بيها ان محمد صلاح يخرج عن تركيزه، وان الاعلام الخارجي يحقق وقيعة لصلاح عشان ما يركزش في اللي هو فيه. محمد صلاح بيحتاج دعمكم، دعم كل المصريين، وبيحتاج دعم كل المحبين، لان التقارير والكلام على صلاح كتير جدا. ساندوا محمد صلاح وادعم محمد صلاح، والتقارير الغربية مش هتأثر لكنها كلها تقارير كاذبة.